الشباب. ينادوا أساسا يساعد الناس المضطرين بالسيول والأمطار في ولاية الخرطوم، هنا دول كبيرة بالولاية حسب ما استطاعوا يعني. فالواضح إنه الناس ما قدرت تتعلم من الدروس التاريخية المكررة، مثلا 88 كان في السيول والأمطار اللي تحصل يعني حدث فلوكس فلاش فلوكس كلام زي ده. الناس بتضرر في النواحي إنسانية، بتضرر في النواحي بتاعت عمران، بتضرر في النواحي البيئية، بتضرر في النواحي الواضح إنه ما في حاجة بتاعت بيانات موحدة تقدر تنعي فيها المعلومات المهمة للحادثة اللي هي بتحصل. مثلا لو أنا أعرف كل الناس في المنطقة الموجودين المستعدين إنهم يساعدوا في وجود الإغاثة، علما بانه انا داير والله انا عارف عندهم عربات، والعربات نفسها داير عربات نفس بوكس وحاجه كبيره دي، ما في حاجه ما بقدر تجاوبني على السؤال ده. لو داير اعرف برضه انه مثلا منو ممكن معي يساعد في المويه، منو ممكن يساعد معي في المجال الطبي، منو ممكن يساعد معي في المجال بتاع الاسكان مسكن الناس، لانه في الكوارث في العالم الناس ما بتقدر، ما في حكومه وراها ولا في منظمه وراها ولا في مجتمع محلي وراها تقدر تدارك المشكله. دي حاجه. الحاجه الثانيه الاستفاده من شنو؟ من البيانات التاريخيه الموجوده قبل كده. رابع حاجه احنا قادرين نعمل قاعده بيانات لكل الطالعين في الجهود الاغاثه بأي شكل من الأشكال، سواء كان والله في المحلية ولا كان في الحي ولا في كده. خامس حاجة هي موضوع بتاع التغطيس. سادس حاجة بنحاول نعمل لنا أبلكيشنز، موبايل أبلكيشنز عشان تدعم الناس اللي قاعدين في الميدان بإنه يدخلوا البيانات بصورة غير ورقية. كل الكلام ده احنا بنمشي بيها نوتيفيشن، اللي هو الحياة تكون بيبر ليس بروسيسنج. فيا هو من البداية كنا أخونا نعمل الموضوع ده، ولما بدينا الترانزيشن الناس في البداية كانت بتكتب الكلام في ورق، بعدين من ورق عملنا فورمات عادية يعني فورم من مايكروسوفت وورد ممكن تعمله، انتقلنا بعد كده من نقدر حاجات الاكسل، والآن لقاعد بيانات الكلام ده عشان الناس كلها تكون متواصلة معاه وموجودة فيه. كنا عملناه عبر صفحة الانترنت اسمها كثيرسودان.com. كل الحاجات اللي بتحصل بس حاليا كلها بجهودها المتطوعين بحتة، يعني كثيرسودان.com سجلوا عبد الله صلاح اللي هو موجود في السعودية، المبرمجين والمطورين والشباب جو يدنا في هذا الواقع عندنا في مركز جس للتنمية في العمارات شارع 37. دي مقدمة يعني مقدمة كده عن الموضوع. بعد كده احنا نحاول نعمل اللي هو الكابشرنج للنولج، نشوف احنا وين ودعي بشنو.